تندم ومضى. دنا إلى الآخر قال له كذلك، فأجاب قائلا: نعم يا سيدي، ولم يمضي. فمن من هذين فعل إرادة أبيه؟ قالوا له: الأول. فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، فإنه قد جاءكم يوحنا بطريق العدل فلم تؤمنوا به، العشارون والزواني آمنوا به، أما أنتم فمع أنكم رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. Jesus saying, what do you think? A man had two sons, and he went to the first and said, son, go and work in the vineyard today. And he answered, I will not. But afterward he repented and went. And he went to the second and said the same. And he answered, I will go, sir. But he did not go. Which of the two did the will of his father? They said the first. Jesus said to them, truly I say to you, the tax collectors and the harlots go into the kingdom of God before you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. For the tax collectors and the harlots believed him. And even when you saw it, you did not afterward repent and believe him. Shuha. صعبة كلش الأم تقول البنت بنتي سوي هذا الشيء، نفس الوقت تسوينه، لازم تقول لها مرتين ثلاثة وتقول لا، بس بعدين البنت تتندم وتسوي. سو هذا الشيء نشوفه بحياتنا، يعكس شوية نوع من طبيعة الإنسان اللي هي رافضة لما تعتبره أوامر مال الآخرين. ليش تقول لي؟ أنا أريد أسوي. حتى إذا الأب، حتى إذا الأم، حتى إذا حتى المعلم أحيانا. فالطالب، البنت، الولد يريدون أن يتصورون ويثبتون شخصيتهم، استقلالهم، حريتهم، يريدون يثبتون هذا الشيء. فيسوع يريد أن يقولنا أنه ولو هذا هو في طبيعة الإنسان، في كيانه، في داخله، بس فكر الإنسان، وإذا قدر الإنسان أن يوصل إلى عمق كيانه المخلوق على صورة الله ومثاله، إذا قدر أن يوصل إلى هذا الشيء، هذاك الوقت راح يقدر يقول نعم، حتى بعد أن طبيعته البشرية تقول لا. فإذا الطبيعة البشرية تقول لا، والعقل الداخلي اللي هو على صورة الله، الإنسان الداخلي اللي هو على صورة الله، أخيرا يقول نعم. هذا كان الصراع اللي سمعناه بقراءة الأحد الأول من القراءة الأولى. مرقس يقول أنه الخير اللي أريده ما أعمل، الشر اللي ما أريده أعمل. أيضا قراءة الأولى مال اليوم، مرقس كي يخلي هذا الفرق ما بين البر أو الخير أو الصلاح الحقيقي اللي يجي من الإيمان،
من الاستسلام الكامل لإرادة الله، ومن البر اللي يجي لما الإنسان يتصور أنه هو يجيب هذا البر، لما يقول أنا أقدر أتمسك بالقوانين بالناموس. أكو فرق كثير بين الناموس، البر اللي يأتي من الناموس، والبر اللي يجي من الإيمان. البر اللي يجي من الناموس، الإنسان في نفسيته يقول أنا أسوي. البر اللي يجي من الإيمان، الإنسان يقول أنا أستسلم لإرادة الله لمشيئته أن يعمل بي شيء لي يشوفه هو أصح، ولو أنا بطبيعتي البشرية أقول لا. ولهذا معقولس بالقراءة الأولى ده يميز ما بين اليهود والوثنيين. اليهود اللي كانوا متوقعين أن ينالون البر الصلاح، يوصلون إلى حسب تفكيرهم أن يكونون هم جماعة الله بتمسكهم بهالقوانين، يقول ما وصلوا إلى هذا الشيء، لأنه من الصعب أن الإنسان يكمل كل القوانين. الوثنيين اللي استسلموا لإرادة الله، اللي آمنوا أنه الله بصلاحه، الله بفضل مالته، بنعمة مالته، من دون أن يكون الإنسان كان عمل فشي يجبره الله أن يعطينه هذا الصلاح. الوثنيين لمن آمن بهذا الشيء أنه الله هو اللي ينطي بحريته من دون فضل الإنسان عليهم، هم اللي وصلوا إلى هذا البر. إذن قراءة اليوم يريد يسوع أن يقول لنا أنه راح نتصارع ويا الشر في الحياة، راح طبيعتنا تقول لنا لا، ما أريد أسمعك، ما أريد أطيعك. بس أخيرا لما نفكر نندم وأن نعمل، هذا هو المهم. فإذا يسوع في النهاية يريد يقول لنا لا تخافون من الخطيئة، راح تخطئون، ماكو إنسان ما يخطأ، نخاف أكثر أن نبقى في الخطيئة. فإذا لا نخاف من الخطيئة، نخاف أكثر أن نبقى في الخطيئة. وربما سقطات يسوع على درب الصليب 3 مرات كانت أن تعلمنا أنه ممكن أن نقع، طبيعتنا البشرية ضعف جسدنا ممكن أن يوقعنا، بس المهم أن ننقل. فإذا بهذا المساء مثل ما قلت هذا الأسبوع راح نبدي الأسبوع الوسطي مع الصوم، هالمسيرة مع يسوع، نحاول أن نكون على مثال مالته، ماشيين إلى الأمام عمليا لا بس بالقول. لننهض حسنا من خشوع واجتهاد ولنطلب قائلين ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، يا رب المراحم وإله كل تعزية نطلب منك، ارحمنا يا رب، يا مخلصنا والمهتم بنا ومدبر الكل نطلب منك، ارحمنا يا رب، لأجل أمني واتفاق كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك، ارحمنا يا رب، لأجل بلدنا وكل البلدان ولأجل اصلاح كل العالم نطلب منك، ارحمنا يا رب، لأجل السلام والاستقرار وخصب السنة وغلات الأثمار نطلب منك، ارحمنا يا رب، لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما، مار لويس الباتريارك الجاثالي، مار فرانسيس اسقف ابرشيتنا وابينا ابراهيم، ولاجل الجماعه التي يخدمونها نطلب منك، ارحمنا يا رب، من
من أجل شفاء المرضى والفرج للمتضايقين ومكتئبين النفوس نطلب منك. ارحمنا يا رب. من أجل أمواتنا وجميع الموتى الذين انتقلوا من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك. ارحمنا يا رب. خلصنا أيها الرب المسيح ربنا بنعمتك وكثر معنا أمنك وسلامك وترحم علينا. ارحمنا يا رب. يا ناس سبقت عليك الغبور نورها والشمس النور منك يا معي على خلالك نار الطلب كان من عبدت وشوقنا لكرم وعنيت لا ضفا وتعسى رمدين تشوف الاطياب يا معي تنقل الطاو رمدين ومركون غبور نورها والشمس Thank you.
ذلك ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس على اليمين هذا وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقطاع ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن وما أنا والابن يجلد ويمجد أما الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف المعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة العالم آمين. مع القارئين القديسين والصرافين الروحانيين الذين يقدمون
يقدمون السجود لسيادتك هاتهم قائلين. سر آلام ربنا
ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. بفؤاده وخاتمه وصل والسلام معه. ليأتي روحك القدوس ويستقر على القرآن العظيم، يباركه ويقدسه قرآن ذنوبنا، صفحا عن خطايانا، رجاء سعيدا للقيامة بيننا، حياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرادوك. على هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك، نمجدك دوما في كنيستك مبتدئا بدم مسيحك الكريم، بأفواه منطلقة، وجوه مشرقة، نصعد المجد والوقار والشكر والسجود لاسمك الحي القدوس المحيي الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمين. أيها المسيح السلام على وين وعلى البشر، وقل اللهم والسلام في أبطال المعمورة وفي كنيستك الجامعة، وأزل الحرب عن وجه الأرض، وأهد الشعوب المتخاصمة داعية إلى الأمن، فنعيش حياة هادية ورابحة متقاربة وترضى. تقربنا يا ربنا وإلى رحمة نعمتك إلى هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحيا والإلهية، ونحن غير مستحقين. بحب كبير وتواضع عميق وبالصلاة النقية والشوق الواحد نشترك في أسرار الكنيسة على أمل التوبة، ونحن مرتدون عن زلاتنا ومتألمون على خطايانا،
ونطلب الرحمة والغفران من الله رب الكل صافحينا لإخوتنا زلاتهم واغفر يا خطايا عميدنا وزلاتهم ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات واغفر يا خطايا عميدنا وزلاتهم ونفوسنا صافية من كل حقد وعداوة واغفر يا خطايا عميدنا وزلاتهم نتناول القربان ويتقدس بالروح القدس. اغفر يا خطايا عبيدك وزلاتك. نشترك في الاسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. اغفر يا خطايا عبيدك وزلاتك. لتكن لنا يا رب هذه الاسرار لقيامة اسرارنا ولخلاص انفسنا. وللحياة الابدية. لنصلي يا سلام معنا. اغفر يا خطايانا وزلاتنا فلبسنا بنعمتك لنكون لكم في دمنا امامك بقلوب نقيه وجوه مشرقه بالداله التي اعطيتها لنا برحمتك ندعوك جميعنا سويتنا هكذا نقول. Amen.
أيها الأعزاء، في هذه الذبيحة الإلهية شاركنا جميع موتانا الراقدين على رجاء القيامة، خاصة اللي عندنا اليوم صلاة التعزية. المرحوم منصور سليمان سيكون القداس والكناس على نيتي يوم غد الاثنين كنيسة قلب الأرض الساعة 10. المرحوم سليم زي يكون بمناسبة سابع تعزيه تكون قاعة كنيستنا من ساعة 2 إلى ساعة 8. المرحوم أنن فؤاد مناسبة السابع متوفى في أريزونا، تعزيه تكون قاعة صغيرة مع كنيسة أم المعونة من ساعة 2 إلى ساعة 7. المرحوم عادل الياس عبوش بمناسبة السابع متوفى في العراق، التعزيه تكون قاعة كنيسة ماري يوسف من 3 إلى 7. المرحوم قريو يونان الصناطي بمناسبة السابع متوفى في ألمانيا، التعزيه تكون بكنيسة ماري يوسف القاعة الثالثة من 3 إلى 6. المرحومة نزهة يوسف بينام بمناسبة الأربعين، مير زيتونة بمناسبة الأربعين، صبرية شمعون كنوزي بمناسبة الأربعين، خيفو شابو بجويثة بمناسبة الأربعين، فاتن صفان وراه بمناسبة الأربعين. أيضا نصلي على نية الموقرين نبيل لورين نيسان مناسبة مرور 10 سنوات على زواج مالتن. أيضا شاركنا صلواتنا كل الذين أردتم أن يكونوا مشتركين صلوات قداديس هذا اليوم اللي عندهم القداديس الدائمية والمؤبدة. بالنسبة للملاحظات، يوم الأحد القادم راح يصير صيف، راح نبدل ساعات مالتنا على التوقيت الصيفي، فراح نخسر فد ساعة قبل ما تنامون قدموها ساعة والصبح تقومون كالعادة بس شوية بعد ظلمة إذا تقومون بساعة. يوم غد مثل ما قلتوا كراسة مالتي راح يبدي الأسبوع الوسطي من الصوم شبت بلقيثة نتكيبات الصيمين الذين يريدون أن يصومون بهذا الشهر المخصص لمار يوسف آذار. نشارك كل الآباء ونطلب من مار يوسف أن يكون شفيعا ويقومون بمسؤولية في إدارة العوائل. لقاء الأمل والإيمان يكون بدير الراهبات في فارمنتون يوم الجمعة القادمة من ساعة 6 إلى 8:30. راح يكون عندنا سفرة إلى مزار مار يوسف 19 من هذا الشهر، أيضا أكو سفرة أخرى إلى ألاباما، وسفرات مع الكنيسة مالتنا تقدرون تتصلون بالسكرتيرة. راح يكون عندنا حفلة عشاء كنيستنا مناسبة عيد الكبير يوم 9 نيسان، يعني مو الأحد وراء العيد، العفو مو الاثنين وراء العيد اللي ورانه. وأيضا أكو بعض تعيينات للكهنة الأبرشية مالتنا، مثل ما تعرفون القسان اللي ما هم مسؤولين كل 3 سنوات يبدلون حتى يشوفون كل الكنائس، والقسان الكبار مو الشياب بس الكبار كل 6 سنوات يبدلون. أنا لأنه شايب بعد ما يبدلون إلى أن يقولوا لي بعد كافي لك. فإذا أبونا سنحاري بيوخنا اللي هو شيكاغو راح يكون قسر المسؤول بكنيسة أم الله، أبونا هورمس حداد اللي هو كنيسة أم المعونة راح يروح إلى شيكاغو إلى كنيسة مار أفراج، أبونا بيير بونجا تعين أن يكون المرشد الروحي لطلاب السمينير بعد كاوا بالعراق، أبونا براين كسر يكون هو مسؤول الدعوات الكهنوتية بدال أبونا بيير، شماس جان جدو اللي راح ينرسم كاهن راح يكون قسر كنيسة مار يوسف، وشماس فادي قرديس اللي راح ينرسم هو أيضا قسر يكون كاهن كنيسة أم المعونة، وأيضا يكون مسؤول عن ترتيب القداديس في بوسطن وناشفيل. أكو نروح كل شهر نسوي لهم قداديس بهذا المكان. فإذا نصلي من أجل نطلب من الله تعالى أن يكمل نعمته معنا مثل ما كملها مع الكهنة.